السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تي في، وكذلك جياسكا اخبار التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد على اخبار شبيبه القبائل حصريا. يعني ماذا تكلم وماذا قال بن الشيخ يعني عن مباراة خنشلة ضد شبيبة القبائل، وبخصوص ضربة الجزاء قال باللي غير صحيحة وغير شرعية وهذا خطأ في حق شبيبة القبائل. راح نخليكم تسمعوا ماذا تكلم وماذا قال علي بن الشيخ عن المباراة وكذلك ضربة الجزاء، ولكن قبل ذلك ما عليك غير دير جيم على الفيديو وابوني في القناة وتبارطاجي هذا الفيديو وتخليوا لنا الآراء تاعكم في التعليقات، يعني أنتم كجمهور شبيبة القبائل خليوا لنا الآراء تاعكم في التعليقات. اسمعوا معنا الفيديو إن شاء الله ونوليو لكم. الصورة هي اللي تهضر. نعم. ها الماتش راك تشوف فيه. نعم. شوف كيفاش شوف بيان أورغانيزي، حطوا بالون في الأرض، شوف ما يرميوش برك، شوف غير شوف لي سوليسيون كاين، توجور كاين دي سوليسيون، دي سي دي تريونغ، الناس عندها الكرة هاي تمشي في البالون، كيفاش ما تدوقش هذا. أنا أون تولي كا الماتش هذا مع جياسكا هو اللي عجبني كاع من بدا الشامبيونا. ماتش باهي دي كوتي. لي دو كوتي كانوا في زوج ياتاكي في زوج يكريو. سيتي بو بور اون فوا عجبني ماتش. شوف شحال من تمريره، شوف دخول بالكره، شوف يعني يا رضوان انا نقول لك انايا تما ما خدتش كي قلت لنا يلعبوا كره. انا نعرف شويه بالون، شويه ماشي بزاف، نعرف شويه بالون. انا كي جيت لعندك لهنا البيرو كي داروا قلت لهم الماتش تيليفيزي فرحت، لان تلعب كره القدم خنشله فو ريكونيت يلعبوا كره، تلعب في هذا لو جو لليومين هذا سي ليكيب اللي تلعب فوتبول شباب لليوم. هي انا اللي عجبتني كاع في لي زيكيب اللي ماتش اللي شفت بما فيهم مولوديه الجزائر كاع ما من مولوديه الجزائر. هذا مولودي هذاك في رويبا، هذا في ماشي رويبا دار البيضاء، كيف كيف دار البيضاء رويبا ماشي. ضربه جزاء هنا كانت طالب بها فريق او هنا اعلن عنها الحكم ما كاش بينا، ما كاش بينا، نعم ما كاش بينا، ولكن يقولوا بعض قال لك عفسوا في رجلو ما بانش عفسوا، ما وري زوميها وتبدل تشوف ما نكذبوش، ماشي مليح الكذب، الكذب ماشي مليح. يميريتيو لعبوا مليح، يلعبوا مليح وكلش، بصح بيناتي ما كاش، حط رجلو بعيد على رجل لادفيرسال على جال بالك. لو كان وريوها في البارح وراوها مليح شفنا هذوك تما كنت تشوف. وروها عاودي ما كنتش ما كنتش تشوف، كنت باهي عاود رجعها لهم من الاول، عاود رجعها انا عاود نوريناها. شوف وين حط رجلو، شوف قربها، ها ما كاين ما قاسلو لا رجلو لا با، دوك يفو دير لافيريتي. هنا ينجم لاربيت يغلط، ماشي نقولو يعني ولا ينجم يغلط لان بون تبان له هكذا، ولكن خنشله يا اخي انا نقول لهم كملوا، لان لو كان تكملوا هكذا راكم في الطريق صحيح. سي كونتيني كوم سا، نعم نعم.